واحنا عندنا المادة الخام موجودة في كل حتة في مصر تقريبا. بالفعل هي زي ما سيادتك بتقول، اجواء المواصلات تشهد ازمه عالميه ضخمه، يعني بسبب ما يحدث من ازمات وبدءا بالجائحه والازمه الحاليه. احنا الحقيقه هدفنا في هذه الجزئيه التصميم، تصميم الدوائر الالكترونيه، ويمكن يعني بنشبه الموضوع ده، وسيادتك راجل يعني صحفي طبعا بارز، بنشبه الفرق بين اللي بيكتب المقالة واللي بيطبع المقالة. احنا هدفنا هو التصميم، لان ده هو اللي فيه القيمة المضافة وفيه الابداع الفكري وفيه العلم والمعرفة. وده اتجاه احنا يعني لدينا فيه قاعدة بالفعل يعني معتبرة من الشركات اللي بتشتغل في هذا المجال، يعني بنضع استراتيجية لتنميتها وتدريب عدد أكبر من شبابنا على هذه العلوم الصعبة ولكن تحتاج إلى دراسة متعمقة ولكن تضفي قيمة يعني كبيرة. هل سيادة الوزير، أعتقد من فترة كده كان أيضا في شغل في هذا الاتجاه مع إحدى الشركات الكورية ولا الصينية أيضا، وليها أعتقد مكان في جنوب القاهرة ناحية المعادي أو كده، في شغل مع شركات متعددة في هذا المجال، من الشركات اللي تعمل في مجال تصميم الأسنان، ولدينا شركات مصرية رائدة بتعمل في هذا المجال وتضفي قيمة محترمة. يعني محتاجين ننميها أكتر ونزيد من عددها ونزيد من عدد العاملين بها عشان نزود من صادراتنا الرقمية في هذا المجال. لا يعني إن شاء الله في يوم كده مش بعيد يكون إحنا لنا جزء من الكعكة المئات المليارات في هذا المجال، لأنه أمريكا مبارح ولا اليومين اللي فاتوا بيتكلموا هيشتغلوا مع الصين في هذا المجال، والرئيس الأمريكي رصد حوالي 57 مليار دولار لصناعة رقائق إلكترونية. بالضبط، هو الحقيقة رصد 152 مليار دولار. 100 كويس. 152 مليار. وبالتالي احنا هنبقى في يوم من الايام كده رقم بنشتغل على ده ان شاء الله باذن الله. طيب سيادة الوزير، بالنسبه للعاصمه الاداريه فيما يتعلق، وبدات الحكومه بتروح والوزارات بيروحوا ومجلس الوزراء بينعقد، ماذا عن التطور اللي حاصل فيما يتعلق بالتكنولوجيا فيما يتعلق بالحكومه الالكترونيه من العاصمه الاداريه الجديده؟ فعلا العمل يجري على قدم وساق في يعني العاصمه الاداريه وانتقال الحكومه لها. احنا بنشتغل على اكثر من محور في هذا المجال. المحور الاول هو ما نسميها التطبيقات التشاركيه، اللي هي يبقى تطبيقات موحده الحكومه كلها تستخدمها لكل الانشطه اللي المشتركه بين كل الجهات الحكوميه، زي التراسل، زي المشتريات، زي متابعه المشروعات، زي الموارد البشريه وغيرها. ثم بدأنا في توطين البرامج التخصصيه التي تتعلق بتخصصات ومسؤوليات كل وزارة في العاصمة الجديدة، أيضا توطئة لانتقال الموظفين، الرؤية أن ينتقل الموظفون وتنتقل الحكومة إلى العاصمة الجديدة حكومة لا ورقية تشاركية. يعني إيه تشاركية؟ يعني قادرة على أنها تتبادل البيانات بين يعني أجهزتها ووزارتها مع بعضها، فده ينعكس على المواطن، أنه بدل من المواطن النهاردة يعني يتوجه لإحدى المقار الحكومية ليتحصل على خدمة، فيطلب منه أنه يذهب إلى مقر حكومي آخر ليتحصل على مستند ثم يعود إلى الجهة الأولى. ده اللي احنا بنحاول نقضي عليه، أنه الحكومة تستطيع أن تتواصل مع بعضها وتتبادل البيانات، والمواطن بالنسبة له